مين عنده قدرة التعطيل بمجلس الوزراء؟ أول شيء خلينا نتفق على شغلة. حسب محاضر الطائف وحسب رفيق الحريري شخصياً، رئيس الجمهورية محفوظ حقه بثلث الحكومة. 2. لما منقول عن طرف إكس بده حصة معطلة، لازم الطرف المتهم يقلنا شو إكس بده يعطله، أي برنامج هو طارح وإكس بده يعطله إياه. اليوم يلي طرح التدقيق الجنائي والقوانين الإصلاحية اللي هن مطلب كل الشعب اللبناني هو رئيس الجمهورية، كيف بيكون بده يعطل برنامجه؟ مش راكبة. 3. رئيس مجلس الوزراء عنده قدرة تعطيلية لحاله وبشخصه، إذا ترك جلسة بتفرط الجلسة، هو وحده بيقرر شو جدول الأعمال، إذا هو وحده استقال تعتبر الحكومة كلها مستقيلة. 4. أي تحالف قوى بيقدر يأمن ثلث معطل، يعني مثلاً بري والحريري وجملات وفرنجية تاريخياً حلفة على 99% من الأمور، هول عطول معهم الثلث. 5. إذا مستعد الرئيس المكلف يكرس بدعة التوقيع الثالث لوزير المالية، بيصير وزير المالية وحده بلا ثلث وبلا جميلة حدا، عنده هو كمان قدرة تعطيل كل المشاريع اللي بقرها مجلس الوزراء، سابقة لازم تتوقف فوراً قبل ما تصير عرف. 6. في حال كان في وزير واحد برزي، بيقدر يبتز الحكومة باستقالته وإفقاد الحكومة ميثاقيتها. 7. شو ما كان شكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها، نبيه بري بيضل عنده قدرة تعطيلية، بكفي يترك مشاريع القوانين المقدمة مجلس الوزراء بالجرور وما يحطها على جدول الأعمال. لكل هالأسباب حجة التلت المعطل بالية ومشبوهة، لأنه فعلياً ودستورياً وعملياً الكل تقريباً عنده إياها، من رئيس الحكومة منفرد لأي تجمع قوى بقلب مجلس الوزراء وصولاً لرئيس مجلس النواب. وضحت؟